يعني ايه الكلام ده؟ يعني ادي اهو الصف بتاعك اهو. سيب من كل ناحيه 10 ساعات الصف دي عشان الراجل بس يعرف يحط التثبيته بتاعته، الراجل اللي بيشتغل يعرف يشتغل. فسيب من هنا من كل ناحيه سيب 10 سم. من هنا من هنا معايا من هنا واخد بالك من هنا. يعني هتزود 20 سم، يعني هتزود 20 سم على طول على طول الضلعين صح؟ معايا؟ يعني بدل ما الصف ده مقاسه 55 سم ب 50 سم احنا خدنا بريك ده بالملي يا جماعه، قص الصاج يا بالانش يا بالملي، السوق كله شغال على كده تمام؟ زود عليه كام في كام؟ 20 سم اللي هي 200 مللي و200 مللي، يبقى ده يبقى كام؟ يبقى مقاس الشفط مقاس الشفط 750 في كام؟ يبقى هو ده اللي بلغه للراجل ايه؟ الراجل اللي شغال معاك كله بيقول لك ايه؟ انا عايز فتحه 75 سم في 70 سم. انا عايز فتحه انت حسبتها وعرفت كميه الهواء بتاعتك قد ايه؟ واديت لنفسك 10 سم يمين وشمال وفوق وتحت عشان خاطر عمليه التثبيت وعشان خاطر السيركيليشن او اذا كان في حد هيدخل ايده او هتلم كابل كهرباء يبقى عندك على الاقل مساحه تعرف تشتغل فيها في ايه؟ الشرط ده. حطيت هنا 20 سم و20 سم، فبدل ما كان الصاج 55 اللي هو 55 سم 50 سم ماشي؟ حطيت هنا 20 سم و20 سم فبقي 75 سم 70 سم تمام؟ واللي دايما بيقعد يتخانق مع الجماهير يقول لك ايه؟ يا باشمهندس ده كتير قوي، يقول له لا ما عنديش حل تاني، يقول لك طب يا باشمهندس ما ينفعش تخليه ما ينفعش تخليه بدل ما انت عامله كده شكله بايت. اسمع الكلام ده، اسمع الكلام ده. تقريبا بقى في الحمامات بصراحه ما بنعملش كده. يعني في حاجه اسمها صرف صحي. صرف صحي عايز يبقى ورا القواعد ها؟ بيقولوا عليها الكراسي. بقى ورا الدبليو سي دايما بيكون في شغل صرف. فدايما بنيجي نشتغل معاه بيقول لك ايه؟ احنا بنعمل دايما هنا الكلام ده حياتك تبقى فاهم حتى لو مش هيفيدك دلوقتي حل المساله. ان يجي لك الاربع كراسي دول يقوم عامل لك شفط وراه. طبعا في حيطان في النص يعني. ها؟ ده شوف الراجل يجي يعمله هنا. يعني زق الكراسي شويه. عشان ده بيشتغل صرف صحي وميه تمام ورا العمود ده. ريت معايا. وكمان يقول لك ما تيجي في النص تحط حته الصاج بتاعك. فالصاج بتاعك ممكن يخش في حته ما ان هو في النص. بحيث مثلا يقول لك بص ده اخره 50 سم. طب لو ده اخره 50 سم يبقى الصاج بتاعي اخره كام؟ 30 سم. انا بسيب 10 و10 في الشهر. يا شباب نسيتوا ولا ايه؟ انا هنا مش مستوى خساري. انا فين؟ المنور. المنور بتاعك. فسبت 10 و10 ها؟ يبقى عندي كام؟ يبقى ال 50 دي تبقى 30. 30 هنا. يبقى انا كاني عايز اجيب الصاج ده عدد 30، 30 دي ليها 12. تمام؟ واطمن على الاسبكتيشن. نقول كمان الحته الاخيره دي. احيانا. في راجل يقول لك ايه؟ باشمهندس ما تدخل اقشر الصاج بتاعك مع العمود مع البتاع بتاع الصاج ونوسعه لك شويه. بدل ما انا كنت عامل بتاع الصرف الصحي 30 سم اخليه 50 سم. تمام؟ ازود 20 سم. وحط الصاج بتاعك مع الايه؟ نفس شرط الخدمات ده. ماشي يا عم. طيب انت متاح عندي كام؟ 50 سم. تمام؟ فانا عندي الصاج بتاعي اخره 30 سم. تمام؟ وبالتالي جايب من اسبكت ريشيو او جايب الايكويفلنت بتاع ده ها؟ يكافئ كام فيز؟ عشان نوفر وقتنا ما نوجعش دماغنا تمام؟ خلينا نعتبر دلوقتي انك انت سايق لوحدك. ليك دعوه بشفط ورا حمامات وليك دعوه بحاجه وهتشتغل مباشره مع الراجل ايه؟ مع الراجل المعماري وانت هتشتغل
انت اللي هتديله مقاس واحد اقصر زي ما انا عامل كده اقول لك، بس حبيت اقول لك المعلومه عشان تحطها في ودانك. ماشي؟ طيب جبنا الصاج العمومي، جبنا الصاج الايه؟ العمومي. بعد الصاج العمومي نعمل ايه؟ بعد الصاج العمومي نعمل ايه؟ تمام؟ الساعه كام دلوقتي؟ 12. طيب انا نص ساعه وخلص. لا لا بريك بريك بريك.